مين؟ والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. من المبتدعة والمشركين ومن نهج نهجهم إلى يوم الدين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة ألفها لأهل المملكة في ذلك الزمان، السعودية دي زمان كان زي السودان ده كده، قبب وتصوف إلى آخر ذلك، كلها كانت كده. أنشأ الدولة كيف؟ علم الناس، عنده طلاب كانوا موحدين عارفين التوحيد، ألف رسائل، منها رسالة اسمها القواعد الأربع، ذكر فيها مقطع بسيط ندور حوله إن شاء الله تعالى. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، قال: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث، شنو؟ إذا دخل في طهارة. كلام ده قاله منو؟ قال الزول ده. دار وصل لك معنى معين، لأنه أنا الصوفية والكلام ده احنا بنقوله كثير، وتاني بجي بقوله لأنه دي مشكلة كبيرة عند الناس. ربنا خلق للعبادة، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون أي يوحدون، ابن عباس قال كده صحابي رضي الله عنه: إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب علق على المسألة دي، قال: لماذا قال ابن عباس، أو معنى الكلام ليه ابن عباس رضي الله عنه قال إلا ليوحدون؟ قال: لأن الخصومة فيه. ابن عباس فسر كده، فسر يعبدون شنو؟ بيوحدون، لأن الخصومة بالتوحيد. أي نبي ربنا بيرسل لقومه بيرسل شنو؟ لما تحصل مشكلة في التوحيد وفي العقيدة. ربنا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الرسول برنامجه شنو يعني؟ البرنامج بتاعه شنو؟ الزيت بقى غالي، والدكوة والطبش بقى غالي، ده موضوع الأنبياء، ده موضوع أن نعبد الله، ده البرنامج إن صحت العبارة. أي نبي بيجي بيتكلم في الموضوع ده، أن نعبد الله واجتنبوا شنو؟ الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت دي إن البرع الدجال والصوفية ما نافعين، دي كده أن نعبد الله. أقول لك الوضع كده، شروطه كده، الصلاة كده، دخول الوقت، الصيام، الزكاة، دي شنو؟ أن نعبد الله. تعبد الله كيف؟ واجتنبوا شنو؟ واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت دي الآن الأحزاب والجماعات في السودان كلها قادة في المسألة دي. تم الجامع تقول أن هذا سلفيين، يقول لك: لا، قلت السويدان سود الله وجهه. دي ما قلت أنا يا أخي، دي قال الشيخ عبيد الجابري، لأنه سويدان سود الله وجهه قال يجوز أن تعترض على الله، ويجوز أن تعترض على الإسلام، ويجوز أن تعترض شنو؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ده جائز، لأنه بيتكلم عن حرية شنو؟ حرية الاعتقاد، وده منهج بتاع علمانية، بتاع شنو؟ بتاع كفار. أن يعبد الله دي مهمة شديد، عشان كده تيجي تلقى هنا، لأنك أنت لو عبدت الله، عبدت الله وما عرفت الطواغيت حتضل، لأنه بتصلي في الجامع وبتمر برا شايل لك شنو؟ شايل عقيدة، بتيجي الجامع إنه البرع ده بيعلم الغيب، صلاتك باطلة. عشان كده الشيخ محمد عبد الوهاب قال لك شنو؟ قال لك: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادتي، قال: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة شنو؟ إلا مع التوحيد. يعني البرع لو أكل الكسرة وحفظ الناس قرآن وأطعم الطعام، دي كلها مش أعمال صالحة؟
عقيدته خلاف ذلك. جا قام قال لك قوم يا خي ناديهم لي شنو رجال الله البذيل والبي ده شريك مخرج برا الملة. لو صليت وصمت وجهدت في سبيل الله وبنيت جوامع وعملت عرس جماعي وعملت كسرة وباسطة ومندي كله ما بينفع. هريت الحاصل لأن ربنا يوم القيامة الأعمال دي كلها الأعمال دي تارك دي كلها قال فقدمنا إلى ما عمل شنو من عمل فجعلناه هبان شنو منثورا. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه شنو هبان منثورا. كله إطعام الطعام تحفيظ القرآن مدح النبي صلى الله عليه وسلم كل الأعمال دي كلها مش صالحة. لو عملت عمل صالح وأشركت مع الله عز وجل عملك ده كله حابط ما عندك أي شيء. عشان كده الشيخ ده داري فاهم الناس الكلام ده لأنه الزول بيشفق على على الناس اللي بيعبد الله وبيحب داري يعبد الله. عرفت كيف؟ في واحد داري يعبد الله لكن بيعبد الله شنو؟ بيعبد الله غلط. داري يعبد الله بمزاجه زي الصوفية. داري يعبد الله شنو؟ بمزاجه. ما في واحد ذكر الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله. وفي واحد مشى ذكر الله عز وجل كما كان يذكر شنو؟ كما يذكر البرعي شنو؟ شيوخه. لأن ده ما قاعد يعبد شنو؟ ما قاعد يعبد الله. فهمت الحاصل؟ دي كل أعمال حابطة. ربنا حذر أي زول من الشرك. في شبهة تانية برضو بجبال عشان كده نكون انتهينا من مسألة ومن مشاريع. عشان ما أي واحد يغشك يقول لك مين تقول لا البرعي ده عنده ضلالات؟ يقول لك لا أكل الكسرة حفظ القرآن قل له عمل ده كله لكن هذول داعي لشنو؟ داعي للشرك ويعتقد عقيده ما اعتقدها شنو؟ كفار قريش الاوائل. فهمت الحاصل؟ ما عندك ايش؟ لو عملت اي عمل صالح وقلت يا شيخ الحقنا وابزعنا انت مشرك ما عندك حاجه. ما عندك ايش؟ دي المساله مهمه شديد لابد اي زول شنو؟ اي زول يعرفها. تاني بيجيك واحد يقول لك ليه بتتكلموا لنا عن الشرك؟ انت لو بقيت موحد برضو بنتكلم لك عن شنو؟ عن الشرك بالله عز وجل. لان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم مع الصحابة قال اخوف ما اخاف شنو؟ على امتي. عن شنو؟ عن الشرك بالله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام ورام شنو؟ انه الرياء ده شرك بالله عز وجل. ده بيحذر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر صحابته. ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يحذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أن يشرك بالله. ربنا قال ولقد أوحي إليك أي يا محمد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت أي يا محمد ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن شنو من الشاكرين. إذا كان الله عز وجل يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يشرك بالله فما بالك من دون النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا ما بيغفر يغفر لك أي عمل إلا شنو الإشراك بالله عز وجل لأنه ده من أخطر الذنوب. ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك دون الشرك ربنا بيغفر لك. عشان كده الكلام في الشرك والتوحيد كلام شنو؟ كلام مهم جدا. والكلام في التوحيد بوضوح كلام بتعيش شنو؟ بوضوح وكشف لأئمة شنو؟ أئمة الضلال. أي دكتور ولا بروفيسور قرا في السعودية ولا قرا جوا الكعبة قاعد يتكلم لك في الكلام ده بيميع في المسألة دي أعرف إنه هذا الرجل يا إما مزروع يا إما ذو أخو مسلم من جماعة الإخوان شنو؟ المسلمين. لأنه ده بيأمر خلاف دعوة الأنبياء جميعا. إذا كان ربنا بيقول على الأنبياء كلهم الأنبياء جد كلهم ربنا قال ولو أشركوا الأنبياء كلهم ربنا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا شنو ما كانوا يعملون. فالصوفية لا يدعون إلى الله إنما يدعون إلى الشرك بالله عز وجل. كل الصوفية ده دينه تخلي آلة نادي شنو
تنادي الشيخ. وأنا أفتح الفرصة لأستاذنا وأخونا الشيخ أبو بكر آداب، ذلك وصلي اللهم وبارك وأنعم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.